نتحدوا ان نحطوا سيخ شاورما بحجم ضخم على سيخ واحد، يعني بدل ما نوزعوه على مجموعه اصياخ كانت الفكره ان يكون على سيخ واحد وحجم ضخم بالشكل هذا يتعدى نص طن تقريبا. بادرة طيبة، هذه بادرة طيبة وما شاء الله اليوم يسيخ حجم كبير دارينا، ونتمنى جميع المطاعم يتخذوا نفس الطريقة اللي اليوم دارها مطعم الدمشقي بحيث يسمحوا الفرصة أكثر للناس يعني يتحصلوا على سندوتشات بأسعار يعتبر أسعار رمزية. ويعتبر المستوى الآن هذا هي يعتبر كبداية لما سنظهره للجمهور في الفترة القادمة، يعني هذا عبارة عن نعتبروها بروفة بس لما سنقدمه في القادم، والتحدي الكبير قادم إن شاء الله في سيخ أبعد من الكلام هذا، وحيكون ما بعد 1000 كيلو.